السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة. بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله غنوجد معكم واحد الكيك كيجي هائل، المذاق ديالو لذيذ بصوص شوكولا. الطريقة ديالو سهلة، كيتوجد في دقائق معدودة والنتيجة ديالو كتكون هائلة. كنتمنى إن شاء الله يعني تجربوه. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج لهذا الكيك، عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الكاكاو والمر، وكاس ديال الدقيق. يعني هاد المقادير كامله يعني نفس المقادير وبنفس الكاس اللي غادي تعبروا به. انا عابره هذا القياس ديال الكاس هذا، تقريبا نفس القياس ديال العنبه، ديال الكاس ديال العنبه. المهم نتوما الكاس اللي غادي تعبروا به الحليب الزيت السكر نفس المقياس، سواء غادي تختاروا هذا او كاس اخر. عندي ثلاثه ديال البيضات. بالنسبه للبيض، الا عندكم البيض يعني من الحجم الكبير استعملوا فقط جوج ديال البيضات، انا عندي شويه الحجم ديالو صغير درت ثلاثه. عندي واحد جوج ديال لي ساشي ديال الخميره الكيماويه وساشي ديال الفانيلا مع القليل من الملح. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للطريقه راه ساهله، ما يعني ما كتاخذش واحد المجهود. انا كنستعمل هذا الكيك في الطراب الكهربائي. كناخذ الحليب، غادي نوجد الصوص اللي غادي انا غنوريكم ان شاء الله الطريقه وغتشوفوا كيفاش. غادي نبدا ان شاء الله هنايا كوبيت الحليب، غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت، وغادي نزيد عليه كاس ديال سنيده، وغادي نزيد كاس ديال الكاكاو المر، وغادي نطرب هاد المقادير. هادو هما الاولين، غادي ناخذ هاد المقادير وغادي نطربهم مزيان حتى نحصل على واحد الصلصه اللي ما تكونش يعني ثقيله وما تكونش خفيفه بزاف. غتكون يعني انا غنوريكم الكثافه ديالها كيف كتولي. غادي نطرب هاد الخليط هذا وغادي نرجع معكم ان شاء الله من بعد. فهو الخليط ديالي بعد ما خلطته مزيان بالطراب كما كتشوفوا، هذه هي الكثافه اللي خاصنا نحصلوا عليها، ما يكونش ثقيل بزاف لان غادي نسقيو به الكيك من بعد. انا غادي ناخذ منه واحد المقياس، الا منين تخلطوه نتوما ولقيتوه جاكم يعني ثقيل ممكن تزيدوا فيه القليل من الحليب باش تحصلوا على هذا القياس هذا كما كتشوفوا. انا غادي ناخذ منه واحد شويه وغادي نخليه نحتفظ به. غادي ناخذ هذا الكاس هذا يعني يكون اكثر من القياس ديال الكاس ديال العنبه. هاد الكاس هذا غادي نحتفظ به جانبا وغادي نكمل باقي المقادير. غادي نضيف كما شفتوا البيض، نسيت ما ضفتش من الاول الفانيلا ولكن ماشي مشكل، انا غنضيفها دابا مع القليل من الملح. يعني كما كتشوفوا هاد الحلوه راه ساهله، هي كتوجد وبسرعه. غادي نضيف هاد الكاس ديال الدقيق اللي غني مغرب له من قبل. غادي نضيف جوج ديال الخمارات، وغادي نمزج الخليط ديالي مره ثانيه حتى نحصل يعني حتى يتخلط ليا مزيان، وعاد غادي نتلاقى ان شاء الله معكم من بعد. وهو الخليط ديالي من بعد ما مزجته مزيان غادي نوضعه في هذا الاناء هذا، من بعد ما دهنته بالقليل من الزيت ورشيت عليه القليل من الدقيق. نتوما عندكم الحريه الاختيار يعني توضعوه في اي مول بغيتو، سواء دائري ولا مستطيلي كما درت انا. المهم هو ان يعني الحجم ديال الكيك هو اللي كتحكموا نتوما فيه. الا بغيتو الحجم ديال الكيك يجيكم مرتفع بزاف يعني كديروا واحد الاناء اللي يكون شويه صغير باش هكا الكيك يجيكم عالي. بغيتو الكيك يجيكم نازل واحد شويه يعني نتوما اللي كتحكموا، كديروا واحد الاناء اخر اللي كيكون الحجم ديالو شويه واسع. غادي شعلت الفران ديالي من قبل، وضعتو كيسخن على درجة حرارة مرتفعة، ومنين غادي نوضع الخليط ديالي في الفران غادي نقص عليه العافية ل 180 درجة.
نخليوه كيطيب على درجه حراره متوسطه، وكنتاكدوا من بعد بواسطه سكين انه يعني طاب لينا الكيك، وعاد كنخرجوه ان شاء الله. وغادي نكمل معكم المرحله الجايه بعد ما غادي نخرج الكيك ديالي. ما خرجته من الفران كما كتشوفوا، راني تاكدت منه بالسكين انه يعني ناشف، كيخرج لينا السكين ما فيه حتى شي حاجه، كنعرفوا الكيك ديالنا راه هو وجد لينا. غادي ندوز دابا ان شاء الله غادي نخوي فوق منه هاد الصوص ديال الشوكولات اللي خلينا من الاول. غادي نحاول نخويها بطريقه يعني على الكيك كامل. راني درت واحد الثقوب في الكيك باش هكايا بحال هكايا، غادي تبقاو ديروا بحال هكايا ثقوب في الكيك باش هكايا يتشرب لكم هاد الصوص هادي. نحاولو نوزعو صوص الشوكولات على الكيك ديالنا كامل. ديرو هاد العملية هادي كيف نخرجو الكيك ديالنا من الفران، يكون مازال سخون باش هكايا داك الخليط كيكون بارد والكيك ديالنا سخون دغيا كيتشربو بطريقة يعني سريعة. غادي نخلي الكيك ديالي يبرد ليا واحد شويه ان شاء الله، وعاد غادي ندوز معكم ان شاء الله باش نكمل لكم التقديم ديالو. من بعد ما برد ليا الكيك ديالي واحد شويه ولا الصوص ديال الشوكولات صافي يعني تماسكات ليا مع الكيك، غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نقطعو الكيك ديالنا. كما كتشوفوا راه كيجي هشيش بزاف، كيجي رائع، كنتمنى ان شاء الله توجدوه. نتوما كما كتشوفوا الكيك ديالي كي كيجي راه تشرب ليا داك لاصوص ديال الشوكولات مزيان. واو ما القطع ديالي ديال الكيك من بعد ما قطعته كما كتشوفوا كيبقى لكم يعني التقديم، ليكم الحريه ديال التقديم، تقدموا هذا الكيك هذا كيف ما بغيتوا. ممكن انكم يعني لا بغيتوا تخليوه فقط هكايا بصلصه الشوكولا، او ممكن انكم تضيفوا له، انا غنضيف واحد الاضافه، غادي نزين بالقليل من اللوز اللي غني حمرته. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الكيك. كما شفتوا المقادير ديالو سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، النتيجه ديالو كتجي هائله وطريقه التحضير سهله جدا. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.